شو عم تعملي هون؟ أكيد موافق. شو عم تقول يلدس؟ أنا شفتهم بعيني اليوم زينب. شو عم تقول؟ أنت السبب بكل شيء. رح أرفع عليك دعوة وأخذ الولد منك وبكرة بتشوف. أنا شو دخلني بكل هاي القصة أنت؟ خرسي دز من كل عقلكن إنه رح تأخذوا ابني مني؟ يعني رح تفوتوني على السجن؟ التفاح الحرام يومياً 7:15 المساء على MTV.